السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في هذه المداخلة، والتي سوف نتحدث فيها عن أزمة العالقين الجزائريين في الخارج منذ بداية وباء كورونا. الحقيقة أن هذه الأزمة كبيرة وعلى مدار عدة أشهر، والجزائريون يعانون معاناة كبيرة، ووصلتنا الكثير من النداءات بهذا الخصوص. شفنا الجزائريين اللي عانوا هنا في فرنسا وصاروا يباتوا حتى في الشوارع، شفنا ما حدث في إسطنبول التركية، ما حدث في كثير من الدول، فيهم الناس اللي كانوا قريب يموتوا لولا حملات جزائريين، مثل ما حدث لأخينا رحمة الله عليه في بريطانيا وغيره، وحتى اجتمعوا الجزائريين وجمعوا الأموال وأجروا طائرة خاصة وطلبوا السلطات وفتحت لهم الأجواء بصفة استثنائية، وفيهم 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 فيهم الكثير من القصص والحكايات التي لا تحصى ولا تعد. أزمة العالقين الجزائريين كبيرة بلا أدنى شك. لقد وصلتني الكثير من الرسائل من الجزائريين، وصلوني بزاف وراسلوني بزاف وطلبوا مني أن أشاركهم همومهم وأوجاعهم، وأن أوجه نداءهم وصرخاتهم إلى المسؤولين المعنيين بأمر الجزائريين. الجزائري عندما يصبح عالق في دولة أجنبية، الدول كلها فتحت الأجواء بصفة عامة واتخذت إجراءات، إلا الجزائر ما زالت غالقة الأجواء تبعها. كورونا عندكم في الجزائر، وصلت حتى ضربت حتى رئيس الجمهورية وضربت مسؤولين ووزراء، ووصلت أيضا حتى إلى قيادات في الجيش الوطني الشعبي. أعبي أزمة كورونا تروح العين النعجة، راهي مليانة، الأمور ليست على ما يرام، ولكن فتح الأجواء ما معناها أنه رايح تدخل كورونا وأن الجزائر بخير وجيلها الوباء من برا. أمر آخر أنه تستطيع أن تفتح الأجواء وتتخذ إجراءات معينة من أجل كشف الناس. الآن تطورت الأمور، ماشي يقعد 14 يوم الآن راهي مباشرة يعرفوه عنده كورونا ولا لا. طورت الأمور على ما كانت عليه. أمر آخر، لنفرض جدلا أن هذا الإجراء متخذ من أجل حماية الجزائر من وباء كورونا، كان كورونا عندكم وشفنا الحملة الانتخابية تاع الاستفتاء، كيف الأحزاب تجتمع، شفناهم كيما فتحوا المسجد الكبير، كيف الناس شفناهم في نشوفهم في الأسواق والحياة، وشفناهم في كل مكان. لم تكن هناك إجراءات أصلا، لم تحترم هذه الإجراءات. تجي الآن تشوف الإجراء الوحيد هو أنك تغلق الأجواء الجزائرية. أكثر من ذلك، أن الناس اللي عندهم المعارف وعندهم العلاقات والله ما زالوا يسافروا عادي، يسافروا ويرجعوا بطرق مختلفة، ولكن الجزائري العالق اللي يعاني في بلد آخر تلقاها، أنا شفناهم هنا في فرنسا، والله النساء تلقاها عندها ولد رضيعة ما عندهاش باش تشري لها الحليب. شفناهم جزائريات وجزائريين أيضا ملقاوش يباتوا البر، شفتهم عندنا هنا نعرفهم استضافوا عائلة جزائرية على أساس أسبوع، الآن عندهم عدة أشهر والناس عايشة شكني في شقق ضيقة وعدد الأفراد العائلة كبير، ما استطاعوا أنهم يخرجوهم حتى يباتوا في الشوارع، ما عندهمش الأموال باش يكونوا في الفنادق. شفنا ما حدث في إسطنبول والتركية، الناس أهملوهم، واليوم فقط اطلعت على حالة مثلا فتاة طلقت وعندها بنت ومازالوا لها 6 أيام وينتهي لها إيجار البيت، وراح تصبح في الشارع ما كانش طريق ولا يحصى ولو عد. وصلتني رسالة من أحد المتابعين مثلا، أعطيها على سبيل المثال، هناك رسائل كثيرة، يحدثني على أن والده أكثر من 80 سنة وهو عالق هنا في فرنسا. أنسى، وصلت لي رسائل من جزائريين ماتوا والدهم يبكوا بالدموع في الداخل، ما قدروش يحضروا جنازتهم، آخرهم أخت ناشطة جزائرية هنا في باريس، وهي البنت الكبيرة لأمها، دخلت أمها للمستشفى وأجرت عملية جراحية على القلب، صارت تتابع أمرها عبر الواتساب، وأصيبت إصابة ما تقدر تتصورها من الحزن والغم والهم لما علمت أن والدتها قد توفيت وما قدرتش تحضر إلى جنازتها. القصص المأساوية والاجتماعية لا تحصى ولا تعد. آخرهم مثلا فيديو وصلني لإخواننا عالقين في قطر
ويتحدثون عن وضعهم وأوضاعهم، هناك من كان مسافر فقط وعلق هناك، وهناك من كان يشتغل وتوقف الشغل، الحياة هناك غالية، الإيجار غالي، والآن راهم عالقين. ويتوجهوا في نداءات إلى السلطات الجزائرية من أجل أن تسمح لهم بالدخول. أترككم تشاهدون هذا المقطع. السلام عليكم. الفيديو هذا درناه اليوم 6 نوفمبر باش تكونوا كامل على بالكم، فيديو جديد، ودرنا فيديوهات من قبل نتكلموا احنا ممثلين عن العالقين في دولة قطر. كاين ناس راح تجف في الجامعات الجزائرية، كاين صغار ثاني راح يطيح في الميكول، الناس راهي تعاني، كاين ناس راهي تبات في برا، كاين هنا في الكورنيش ناس كامل تاع اللي ساكنين في قطر ما يعرفوا الكورنيش، ناس راهي تبات في الكورنيش، ناس ما لقاش واش تاكل. خلوا الناس هذه ترجع لبلادها، الناس راهي تعاني. ما احنا حبينا نعرفوا علاش كل الدول العالم كامل راهم مفتوحين المطارات والناس تدخل وعادي يروحوا ويرجعوا عادي، حتى دولة قطر من الجزائريين راهم يجوا لهنا لقطر، الأسبوع هذا راهم دخلوا الجزائريين قطر عادي على طريق فرنسا. علاش احنا شوف هالك الناس كامل ها الناس ما عندناش احنا الحمد لله كورونا ما عندناش، الناس قاعدة هالك رانا في حياة سعيدة، الناس قاعدة عوائل عادي ها عالقين اللي حبينا نعرفوا علاش ما علاش ما خلاوناش ننزلوا، علاش ما عطاوناش توريزاسيون، علاه هذا حبينا نفهموها من الحكومه، علاش ما داروش اجراءات يعني هو عقب الفوطه عقب كلش، علاش لحد الان مازال ما داروش اجراءات والناس كامل هبطت غير الجزائريين على بالكم، والله عيب على بالكم كي تشوف غير الجزائري الوحيد اللي ما هبطش لبلاده عيب. انا حابه نقول باللي احنا هنا ضاق تعبنا، بلاد غاليه، الايجارات غاليه، الناس تعبانه، كاين ولاد صغار ما دخلوش مدارس، كاين انا وحده مرا في 60 يعني واش راح نقعد ندير في بلاد الناس، حبسوني من الخدمه نروح، مانيش قادره نقعد اكثر من هكذا، كي كنت خدامه ما كنت والو، بصح اليوم عندي 4 شهور وانا نستنى وقتاش تفتح الجزائر، لان الجزائر هي الوحيده اللي ما فتحتش، علاه يدخلوا ناس من دول ثانيه وما يدخلوش الشعب الجزائري؟ احنا جزائريين وهذه بلادنا، احنا حابين ندخلوا، الموريتانيين يدخلوا والفلسطينيين يدخلوا والاتراك يدخلوا والشناوا يدخلوا، الشعب شعوب الدول الكل تدخل للجزائر، والجزائريين ما يدخلوش، هذا محال هذا. جماعة هذا النداء الأخير تاع الناس العالقين في قطر، نقول لكم باللي رانا نفد الصبر تاعنا ورانا جزائريين وجزائريات، راهي الدولة تاعنا من المفروض باه تدخل الجزائريين رانا في 9 شهور واحد ما التفت لنا. إذا نطلب من السلطات العليا إذا كان فيها سلطات يعني اللي تقدر تمد لنا التصريح باه ندخلوا، راهو فينا المرضى وفينا الناس اللي ما قدرش تغطي الحاجية تاعها، وكما راكم تشوف العائلات هذوك كل راهم الكل عالقين، رانا عالقين فوق 9 شهور ما نقدروش نزيدوا فوق هذا الشيء. حنا رانا نتساءلوا علاش الجزائر هي البلد الوحيد اللي غلقة على شعبها منذ 9 شهور، إذا واش تنتظروا باه تديروا راباتريمون الشعب تاعك؟ وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن بالجالية الجزائرية الموجودة في قطر، أولا لسنا مقيمين، نحن مجرد كنا زائرين، ثم انقطعت بنا السبل، فالكثير من الأخوات يعني لا يوجد لديهن أي عائل صراحة، هناك الزوج موجود في الجزائر، هناك الزوجة موجودة هنا، الأطفال مشردين، لذلك نلجأ لسيادة دولتنا، يعني من حقنا كجزائريين أن نتواجد داخل أرض الوطن، نحن لسنا نطلب في شيء يعني غير قانوني، نحن نطلب في شيء من حقنا، أليس من قيم الدستور أننا المواطنة من حق المواطن الجزائري، لذلك نتوجه بندائنا كجزائريين وبنات الجزائر أننا نطلب من دولتنا أن تأخذ بعين الاعتبار ما تعانيه الجالية الجزائرية وما يعانيه الأطفال وما نعانيه من أولا العمل قليل جدا، خاصة في الفترة الأخيرة هذه الكثير من الأعمال قلت، وبالتالي الشباب لم يجد عمل، النساء أيضا لم تجدن العمل، وبالتالي نناشد دولة الجزائر أن تأخذ بعين الاعتبار ما نحن فيه من مأزق حقيقة، لأن دولة قطر كثر الله خيرها يعني فتحت المجال مستعدة أنها تساعد الجالية هنا، لكن إلى متى؟ إلى متى ونحن كدولة غنية، دولة يعني دولة شبه قارة، أي مواطن له الحق في ثرواتنا، نحن لا نطالب بثروات، نطالب فقط أننا ندخل بلدنا
يعني كجزائريين. لذلك نرجو من الدولة الجزائرية، نرجو من الإخوة الذين يشاهدوننا أن يأخذوا بعين الاعتبار ما نحن فيه من يعني من سوء ظروف، يعني صراحة خاصة المرأة هنا. نتمنى أن تؤخذ مطالبنا بعين الاعتبار، ونحن نطالب بالإجلاء، ليس نطالب بالإجلاء فقط، بل نحن نطالب أننا يعني حتى تذكرة الطيارة على حسابنا، نطالب أننا يعني عملية الفندقة أو الحجر في الفندق على حسابنا. لذلك ما هو الشيء المطلوب أو الشيء الذي تعجز عنه الدولة؟ فقط عملية الطيران، الطيران متوفر، ترخيص فقط، نحن نطالب بالترخيص. إذن نحن نطالب بالترخيص، وفوق ذلك تحية لأبناء الجزائر، وفوق ذلك تحية لأبناء إخواني الكرام. هذا النداء الذي اختزل الكثير، اختزل الكثير من الأوجاع والواقع، وما خفي أعظم هذا نموذج. فقط لو تشاهدون ما يحدث الجزائريين اللي ما زالوا عالقين في تركيا وعالقين في دول أوروبية مختلفة، والله يندله جبين، وفي مقدمتهم فرنسا. فتحوا فطرة معينة، أدخلوا بعض الجزائريين ولعبة المعريف والبن عميس لدرجة كبيرة، والآن غلقوها مجددا. فيهم ناس عندهم مرضى في الجزائر ما عنده يبعثوا لهم الدواء، وهذا الدواء غير متوفر في الجزائر. الآن راهم يعانوا راقدين في الفراش وما لقاوش بأي طريقة يبعثوا لهم الأدوية، حتى لجأوا إلى عدة أساليب عن طريق البريد وما إلى ذلك. قالك يا جماعة الخير، إن الوضع المأساوي هذا يعطي صورة سيئة عن الجزائر. الجزائر الآن هي الدولة الوحيدة أعتقد في العالم اللي مواطنيها عالقين. أعطوني دولة مواطنيها عالقين. فرنسا كانوا يمشوا يوميا طيارات من هنا فارغين، من اير فرانس، يروحوا من فارغين ويوصلوا هناك ويجيبوا العالقين الفرنسيين او حتى المقيمين، حتى اللي عندهم عائلاتهم هنا يجيبوا فيهم من الجزائر الى فرنسا. وعلاش ما تستغلهاش اللي هنا، تخليه يروح منا مع يوخذ معاه جزائريين يحجزوا اماكنهم ويروحوا؟ لا، غلقين عليهم. مادام انت راك عايش في رفاهيه وعايش في كلاب دي بان ولا وين، وسيارات خاصة ومصفحة تأخذك إلى شغلك، أمورك تمام. ما تفكرش في هذه العائلات اللي اقتطعت، يعني راهم في وضع لا يمكن أن يحسدوا عليه. تلقى الزوجة راهي عالقة في الخارج والزوج في الجزائر، ولا العكس، ولا الاثنين مع راهم في الخارج وأولادهم في الداخل، ولا العكس. يعني مأساة كبيرة. أين السلطات الجزائرية من كل هذا الأمر؟ أين الدولة الجزائرية؟ قيمة الدولة من قيمة مواطنها. المواطن كي يكون عالق أمام الشعوب والأمم الأخرى تطيح قيمة الدولة. اتقوا الله في هذا الشعب، افتحوا الحدود، خصصوا طائرات، افتحوا لهم الحدود سيدي، وخلي الخطوط الجوية الجزائرية تروح تجيب، يحجزوا أماكنهم ويجيوا. سيدي يقولوا لهم الدولة راهي ولت فقيرة ما عندهاش باش تحجز لكم فنادق، وانتم لازم تديروا الحجر الصحي. خلي كل واحد تشترط عليه يدير التذكرة ومعاه يدفع تكاليف الحجر الصحي نتاعو، المهم يرجع إلى بلده. هذا في أكثر الأحوال. وإن كانت الأمور تطورت الآن وصارت حتى الحجر الصحي لم يعد مستعمل بكثرة، لا، الناس ما زالت تسافر الآن، المطارات كلها مفتوحة، الناس تسافر بصفة عادية، تتخذ إجراءات. البلد اللي ما زالت غالقة أجواءها على مواطنيها، معليش لو غلقت أجواءك على غيرهم، ولكن المواطن تاعك ما يرجعش إلى بلده وما يرجعش إلى بيته. حسوا شوية بعائلة مقسمة وممزقة راهي عالقة في قطر ولا عالقة في باريس ولا عالقة وهي تدفع في ثمن المبيت في الفنادق. كاين ناس أرخص فندق يدفع 50 يورو الليلة، 50 يورو الليلة على بال كم ثمنها بالعملة الجزائرية. يعني تخيل واحد قاعد 10 شهور هو ولا 9 شهور هو عالق كما هكذا، كل يوم يدفع هذا المبلغ، من أين راح يعيش وش راح يوكل وش راح يشرب؟ رغم يعني والحمد لله هناك تضامن ما بين المهاجرين الجزائريين اللي موجودين في الخارج ببيوتهم، استقبلوا إخوانهم الجزائريين وساعدوهم. ولكن إلى متى؟ على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها، على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها. كم رفعت شعارات استعادة كرامة الجزائريين واستعادة أرفع رأسك يا با نهبة الجزائر، والآن ما بعد الحراك الشعبي أن الدولة الجديدة دولة المواطنة والمواطن دولة السيادة فيها للشعب وكذا وكذا وكذا، وما زالوا الجزائريين عالقين
شعب وحيد عالق في الخارج لم يستطع الدخول إلى وطنه والعودة إلى داره بسبب هذه الإجراءات. الناس يتخذوا إجراءات ما يدرسوها اجتماعيا، ما يدرسوا وقعها وتأثيراتها على الناس. الناس افتحوا الحدود على الجزائريين، خليهم يعودوا إلى أوطانهم، الدولة تتحمل مسؤولياتها، ما تخليش مواطن تاعك عالق. هل تعلم بأنه عندما يكون الجواز تاعك لا يحترم في المطارات معناها الدولة غير محترمة، فضلا أنه لا يحترم المواطن الجزائري بهذه الطريقة. هذا للأسف الشديد واقع مزري. لذلك أناشد الذين يشعرون بروح المسؤولية وأطالب المسؤولين الجزائريين أن يتحملوا مسؤولياتهم. أنت في ذلك المنصب، أنت خدام للشعب، خدام للمواطن، أنت تخلص من الضرائب تبع المواطنين، أنت تتمتع بامتيازات كبيرة على حساب هذه المسؤولية. إذن يجب أن تكون في خدمة هذا الشعب، تخلي حتى مواطن جزائري مشرد في الخارج يرجوهم في الحدائق ويباتوا في الحدائق العامة وما يلقوش وين يرقدوا، وأنتم غالقين الباب نهار اللي تحبوا تحلوا شوية وتغلقوا شوية وكذا وكذا وكذا، وتعبثوا بالجزائريين. اتقوا الله في أبناء الجزائر. الجزائري كان بكرامته، كانت بعزته، الجزائري كان يسافر بطاقة التعريف نتاعو كيشوفوه، شوفوه فيه تحمل الجمهورية الجزائرية. الناس تتمنى تتعرف على جزائري، تأخذ معه صورة تذكارية. بل كانوا يحدثوني ناس في عدة دول يقولوا كنا كي نلتقي مع جزائري نعتبره ذلك اليوم عيد، لأنها جزائر المليون ونصف المليون شهداء شهيد، الجزائر التي هزمت الحلف الأطلسي. الآن سبحان الله وصلنا لحال أن الجزائري باش ترجعوا من الخارج باش يروح لداره فقط، الدولة ما تقدرش تروح مواطنيها. لهذا العجز وصلت الدولة، وصل بها الحال إلى هذا الوضع المؤسف. أعتقد بأن هذه أكبر إهانة للدولة وللشعب ولكل قيم الدولة الجزائرية اللي كانت قبلة الثوار وأصبحت للأسف لا تستطيع حتى أن تعيد أبناءها من الخارج. شكرا لكم أحبتي الكرام، ألقاكم بخير وعلى خير في مداخلة أخرى بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.